عاشوراء فوق الشبهات لا تمحى الصرخة هيهات عاشوراء فوق الشبهات لا تمحى الصرخة هيهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ويبقى الحسين، بقاء شعائره انتشارها قوتها يوما بعد يوم، حرارة محرم، كل ذلك دليل واضح ضمن الأدلة الكثيرة أنه يبقى الحسين. لا ولن تتمكن الخلائق بأجمعها لو جمعت كل قدراتها أن تنتقص من اسم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ويبقى الحسين رغم وجود حرب شعراء، حرب بلا حدود، حرب على جميع الأصعدة وعلى مر قرون من قبل قادة الانحراف، ومعهم أشياع الضلالة، ويعينهم شياطين الجن والإنس، وحسب الروايات الشريفة يعينهم إبليس بنفسه حرب لا حدود لها، حرب بما أوتوا من قدرات. وفي البشر قدرات عظمى تحارب مع كل تلك الحروب، ورغم تلك المساعي ويبقى الحسين.
مظاهر الحرب ضد الشعائر الحسينية المقدسة. مظاهر الحرب ضد اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ليست بالعشرات، ليست بالمئات، وهذا مؤلم. ليست في بلد، ليست في زمن، ليست من قبل فئة. حرب، حرب. عالم الضلال، عالم الانحراف، كله من أكبر شيطان وهو إبليس إلى أصغر شخص شيطاني. يحاربون قضية الحسين عليه الصلاة والسلام، شعائر الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. تعلمون عادة الحكام لا يدخلون في الحروب، حكام الظلمة الطواغيت، ولكن ترى أن الطغاة الحكام الظلمة بأنفسهم يدخلون في الحرب ضد الشعائر الحسينية. يعني أن الحرب شديدة جدا. يعني أنه توجد هناك قسوة استثنائية ضد هذه الأعمال الحسينية. أحد هؤلاء الحكام القادة الذين لا يدخلون في الحروب بأنفسهم عبر خدمهم، عبر الصف الثاني والثالث يدخلون في الحروب عادة. أحدهم خلال شهر واحد بل أقل من شهر بنفسه كانت له 3 وقفات بنفسه، 3 خطب متتالية ضد الشعائر الحسينية. هكذا شدة لا نجدها عادة. هذا ينبئ عن شدة، عن أن القضية كبيرة عندهم. لا يرى أتباعه يفون يؤدون غرضه فيلزم عليه، يلزم الشيطان عليه طبعا أن يدخل بنفسه. في 3 خطب متتالية ناقض نفسه مرتين. في الخطبة الثانية ناقض نفسه، ناقض ما قاله في الخطبة الأولى. في الخطبة الثالثة ناقض نفسه فيما قاله في الخطبة الأولى والثانية. هذا يعني أن الشخص خرج من حدوده، خرج من دوره، لا يملك ضوابط في الكلام لشدة غضبي على هذه الشعائر. الإنسان في أيام قليلة لا يناقض نفسه إلا أن يكون من شدة الغضب خرج من طوره فيبدأ يقول أي شيء. هذا ينبئ عن شدة، عن قسوة استثنائية أم لا؟ شخصيات كبيرة ضخمتها وسائل إعلامهم دخلوا بأنفسهم. شخص صنعوه مرجع تقليدي،
ألبسوه قميص المرجعية المقدس. وطبعا هو لا يستحقه، ترى يهاجم هذه الشعائر المقدسة، شعيرة التطوير بصورة خاصة، هجوما شديدا قاسيا. ويستدل على قبحه حسب نظرته السيئة، قبح هذه الشعيرة والعياذ بالله تعالى، بأنه سمع من ثقة أنه قال له أن السفارة الغربية الفلانية كانت توزع أكفان على المطبل. بالله عليكم هذا استدلال؟ يقوله فقيه. لا أقول فقيه، تلميذ فقيه يتكلم هكذا كلام بهذا المستوى الهابط؟ لا، وأنا أعي ما أقول، تلميذ تلاميذ الفقيه لا يتكلم هكذا كلام. أي آية قرآنية، أي رواية شريفة بينت أنه إذا كانت هناك سفارة كافرة دعمت شيئا يعني أن ذلك شيء سيء؟ إذا وزعت سفارة كافرة على مصلين أثواباً، هذا معناه أن الصلاة شيء سيء؟ الحكومات الظالمة أحياناً تساعد مؤمنين فقراء، هذا معناه أنه مساعدة المؤمنين الفقراء شيء سيء؟ هذا الاستدلال كيف يكون؟ الشخص يؤطر بإطار ضخم إعلامي، يركز عليه الإعلام بعنوان شخصية مرموقة علميا، وهكذا يستدل. طبعا أنا وأنت لا نصدق، بعض الناس يصدقون، ما أكثر الناس الذين ينخدعون بالإعلام على مر التاريخ. عندما يهمش الفقهاء الحقيقيون المقدسون يخرج مثال هؤلاء. طبعا كما حصل بالنسبة إلى سادة الفقهاء صلوات الله عليه، وهم الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام، همشوا الإمام الباقر، همشوا الإمام الصادق، همشوا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم. من برز؟ فلان وفلان وفلان الذين فتواهم. تضحك الثكلى، تضحك الثكلى. طبعا ذاك قائدهم، هذا متمرجعهم، القضية تقف عند هذا الحد. لا، كل الأصعدة هذه كنماذج. متكلمهم يخرج ليقول وبكل صراحة وبكل وضوح، يقول لو أن الأمر كان بيده لدفن المطبرين في البالوعة وهم أعياء. سمعتم هكذا الشدة والقسوة من النصارى، من اليهود، من المجوس، من البوذ، من الهندوس؟ أنت القائل هذا الكلام السيء القبيح الذي لا يصدر عن من يحمل إنسانية ولو قليلة، الذي يحمل شيئا من الإنسانية ناهيك عن دينه أصلا، يتكلم هكذا كلام.
الذي يجرح رأسه حباً لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يقول عنه أنه لو كان الأمر بيده لدفنه في البالوعة وهو حي، يتكلم هكذا كلام، لو كان الشخص يحمل شيئاً من الإنسانية. لا أقول دين، الدين شيء أعلى. أنت كافر أم مسلم؟ إن كنت كافر أن تتبع أي دين؟ أنت يهودي؟ أنت بوذي؟ أنت سيخ؟ أنت هندوسي؟ أنت ملحد؟ اسأل ممن تعتقد من العلماء من دينك. أحد منهم يقول لك أن جزاء من يطبر من يجرح رأسه حبا لسيد الشهداء أن يدفن في البالوعة وهو حي؟ يفتي لك أحد؟ لا. إن كنت من أتباع أئمة العامة اسألهم في مصادرهم، أنا ما وجدتها خلافا. إن كنت تدعي التشيع ففقهاء الشيعة أنزه وأنزه وأرقى وأتقى من الله سبحانه وتعالى أن يفتوا خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. هكذا حكم ورد في القرآن الكريم، أن المطبر يستحق أن يدفن في البالوعة وهو حي، ورد في القرآن الكريم، ورد في الرواية الشريفة. في أي آية ورد هذا الشيء؟ تحكم بأي رواية شريفة؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في آية قرآنية أخرى هم الفاسقون، في آية قرآنية ثالثة هم الظالمون. هذا حكم الله أم خلاف حكم الله؟ الذي يقول هكذا كلام بنص هذه الآيات القرآنية هو كافر أو ظالم أو فاسق. أناس مؤمنون صالحون أتقياء، هذا حكمهم؟ في أي دين هذا؟ تتدين أنت بأي دين؟ طبعا هذه الصرخات، الصراخ على قدر الألم، تذهب هذه الصرخات وينتهي هؤلاء. ينتقلون، الذي انتقل انتقل، الذي لم ينتقل سينتقل بالسين لا بسوف، السين للمستقبل القريب، سينتقلون بسرعة إلى عالم البرزخ. حساب عالم البرزخ كله حسب كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، حساب عالم البرزخ كله بيد المولى سيد الشهداء مولى المطبرين، هو يعرف ماذا يصنع. هكذا تتكلم عن الناس الصالحين عشاق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ستنتقل إلى عالم البرزخ، الحساب هناك بيد المولى صلوات الله عليه. ما الذي يريد أن يفعله يفعله، الأمر بيده، يريد أن يعفو يعفو، يريد أن لا يعفو لا يعفو، الأمر له، ولا أحد من ولا من حق أحد أن يعترض، لا حقا تكوينيا ولا حقا تشريعيا إن صح التعبير. الأمر بيده، ماذا يريد أن يصنع؟ الأمر له، يريد أن يعفو عنهم يعفو عنهم، أما إذا أراد أن لا يعفو عنهم فالحساب والله والله صعب. تتجرأ على خدام سيد الشهداء بهذا الكلام القبيح؟
لعله يصنعون منه ما كان يريد أن يصنع مع المطبلين هناك، يدفنونه في الكذا ملايين السنوات إلى يوم الحشر لعله. ولكن نؤكد أن المولى سيد الشهداء لا يرضى بحكم غير حكم الله، وهذا الحكم الذي يقوله هؤلاء خلاف حكم الله قطعا ويقينا. لماذا هذه الشدة؟ ماذا صنعوا بكم؟ شخص يجرح نفسه لا عليك به، أقل ما يقال أنه لا عليك به. هذه الشدة لماذا؟ هذه القسوة من أين؟ عندما أقول حرب شعواء بلا حدود، حرب شيطانية، يأخذون المطبر يصب. حدث في بلد يسمى بلدا إسلاميا، صبوا على رؤوس بعضهم عصير الليمون مع الملح في جروحهم. ماذا صنع هذا المؤمن بك؟ جرح نفسه عشقا لسيد الشهداء، حبا للمولى صلوات الله عليه. مرجع تقليد مقدس، فقيه استثنائي، لا غبار على قدسيته، لا غبار على أخلاقه، عالم من الدرجة الأولى من في تاريخ فقهاء الإسلام قل نظيره. عشرات السنوات يحاربون ضده، لماذا؟ لأنه وقف بعض الوقفات دفاعا عن شعار الحسين. والله إن الإمام الحسين مظلوم، والله إن الإمام الحسين مظلوم. كل هذه الشدة، كل هذه القسوة، فقيه مقدس آخر أيضا لا غبار على دينه، قدسية من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، فقيه مقدس يستحق أن يقبل الإنسان قدميه، لا شك في قدسيته، لا شك في علمه، لا شك في أخلاقه، إنسان وزين معقول، سنوات عرفوه، وقف للشعائر الحسينية بعض الوقفات، حاربوه ويحاربوه أي حرب. من؟ هؤلاء الذين لا يقر دين بهذه الطريقة، أي دين يقبل أن يدفن إنسان لأنه جرح نفسه حبا لسيد الشهداء؟ نعم يوجد دين الأديان تقبل هذه التصرفات، دين هتلر، طريقة ستالين، منهج الدواعش. طريقة جنكيز خان. نعم. لعل هؤلاء على تلك الطريقة من أتباع هتلر. يؤلمني كثيرا كثيرا أن مرجع تقليد مقدس يتعرض لهكذا تشويه، لهكذا اتهامات، لهكذا إيذاء روحي، إيذاء جسماني، مصادرة أموال، سجن هذا وذاك، اعتقال هذا وذاك، قتل هذا وذاك. هذا يؤلمني، ولكن والله الآلم والآلم أن كل ذلك يكون لأن هذا المرجع دافع عن الشعائر المقدسة الحسيني. هذا المؤلم، هذا الأشد ألماً،
سيد الشهداء مظلوم. المشكلة ليست، هي مشكلة أن شخصاً مرجعاً مقدساً يتعرض للظلم، هذه مشكلة، ولكن المشكلة الكبرى أن ذلك لأجل دفاعه عن المولى سيد الشهداء. الإمام الحسين مظلوم أم لا؟ سابقاً كان الشخص الذي يقال عنه أنه شيعي كأن التشيع جريمة، يعاملون هذا العنوان معاملة الجريمة. اليوم يعاملون العنوان للمدافع عن الشعائر الحسينية بعنوان جريمة يعاملونه، هذا الأشد ألما. المطبر يؤذوه، جزاه الله خير الجزاء، يحصل على جزاء أكبر. هذا المرجع يتهم في هذا السبيل، جزاه الله خير الجزاء، يحصل على جزاء أكبر. المؤلم أن كل ذلك لأن هؤلاء دافعوا عن الإمام الحسين. أي مظلوميات سيد الشهداء؟ كم هو مظلوم؟ اسم الإمام الحسين صار جريمة، اسم الشعائر الحسينية، عنوان الشعائر الحسينية صار جريمة. نعم صار جريمة، جريمة هنا في هذه الديوانية في تلك الزاوية. رأيت أحد أتباع ذلك القائد، قلت له لماذا تمنعون شخص يريد أن يطبر في بلدكم ذاك؟ لماذا تمنعون المطبر؟ شخص يريد أن يجرح نفسه، لا يريد أن يتعرض لأحد، لا يريد أن يؤذي أحدا. قائدكم قال كلمته، قال أنه لا يقبل هذه التصرفات، خلاص أخلى مسؤوليته، إن كانت مسؤولية أخلى مسؤوليته، مسؤولية أمام العالم أخلى مسؤوليته، مسؤولية أمام شعبه قال كلمته أخلى مسؤوليته. لماذا هذه الشدة؟ لماذا يسجن المطبر؟ لماذا يؤذى المطبر؟ قال لا، هو قائد يتحمل مسؤولية ما يحدث في بلده. قلت له عجيب، النصارى في ذلك البلد يمارسون شعائرهم الشركية بكل حرية ولا أحد يتعرض لهم، وذاك الشخص لا يقول أنا مسؤول، هم يصنعون هكذا شيء. وفي الإعلام الرسمي في ذلك البلد تبث مقاطع شركية من النصارى سنويا. اليهود في ذلك البلد، في ذلك البلد يوجد قلة من اليهود يمارسون شعائرهم بكل حرية، شعائرهم الشركية. المجوس في ذلك البلد يمارسون شعائرهم الشركية، في كل سنة عشرات من الناس من المجوس من أطراف العالم يسافرون إلى ذلك البلد ليؤدوا شعائر شركية في أيام معينة لهم في كل سنة، ولا أحد يتعرض. العامة في مساجدهم في ذلك البلد يصلون صلاة التراويح، لا أحد يتعرض لهم. هم جماعته جماعة الحكومة تلك، هذا الوزير سرق كذا مليار، ليس بالملايين بالمليارات، ذاك السفير ارتكب العمل القبيح الفلاني باعترافهم، ذاك إمام الجمعة الفلاني صنع شيئاً من أكابر الكبائر وكتبوا ذلك واعترفوا، كل ذلك يقولون لا يرتبط الأمر به، فقط المطبر يرتبط به. كل المفاسد عادي، شخص مطبر في حسينية باب مغلق ليس من حقه أن يطبر. هذه مظلومية لسيد الشهداء أم لا؟ المشرك حر يؤدي أعمال شركية، والمؤمن الصالح ليس حراً أن يؤدي شيئاً قليلاً تجاه دم سيد الشهداء. والله كل دماء المطبرين لا تسوى قطرة واحدة من دم سيد الشهداء. التطبير لا شيء أصلاً، لا أتمكن أن أقول أداء حق قطرة من دم عبد الحسين، ذلك العبد الأسود، هذه كلها أداء حق قطرة
كثرة الدم من قطرات الدم عبد الحسين. يستكثرون ذلك ويعملون هكذا معاملة، هذه قسوة أم لا؟ هذه مظلومية لسيد الشهداء، مرجع تقليد مظلوم ليس مهما، لا أقول ليس مهما، مهم ولكن لا شيء. مرجع يؤذى ويظلم لأنه يؤدي شعير حسينية، لأنه يقف على دفاعا عن شعير حسينية، هذا المؤمن، هذا الذي يقطع القلب. أصبحت الأوسم الرفيعة أعمال قبيحة هكذا يتحدثون عنها، هكذا يتصرفون معها. لكن تحدثهم يقول لو كان الأمر بيده لدفنهم في البالوات وهم أحياء، وهذا تصرفهم، يسجنونهم، يؤذونهم، يتهمونهم، يسجنون هذا وذاك لأنه يرتبط بذلك المرجع المدافع عن الشعيرة الحسينية الفلانية، يسجن حتى التابع. يعني لاحظوا شدة، لاحظوا القسوة، هذه القسوة الدواعشية لأصحاب البواليع التي يريدون أن يدفنوا المؤمنين فيها، القسوة الدواعشية البالوعية، هذه لا يلزم أن نسميها هكذا، قسوة دواعشية بالوعية أصحاب البواليع يريدون أن يدفنوا المؤمنين في البواليع، يريدون أن يدفنوا الصالحين في البواليع، يريدون أن يدفنوا خدمة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لو كانت فينا قليل من الإنسانية، لو كان فينا شيء من الخير لدافعنا عن المولى سيد الشهداء، والله إنه هو يبقى، هو عظيم، أشهد أن دمك سكن في الخلد. اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والله وبالله وتالله لن يتمكنوا أن ينتقصوا من اسمه الشريف الراقي الرفيع. اسم خالد، لا، لن يتمكنوا أن ينتقصوا من حرارة محرم، لن يتمكنوا، والله لن يتمكنوا. اسم تعرفون اسما أوقع أكثر تأثيرا من اسم الحسين، أنا لا أقول، حفيد الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه، الإمام سيد الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه، نقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ثم علق الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام على كلام جده رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: بأبي قتيل كل عبرة لا يذكره مؤمن إلا بكى. تجدون هكذا اسم في كل أسماء العالم، لا يذكره مؤمن إلا بكى. اسم الحسين الشام، اسم الحسين مؤثر، النقطة الأخيرة إخواني، لا تجب كل شخص بالمنطق
جزء المشكلة نحن. لاحظوا منطق الشعائر الحسينية المقدسة قوي قوي جدا. محبوبية كل الشعائر الحسينية المقدسة ثابتة بالأدلة القطعية الكثيرة. لا أقول بعض الشعائر الحسينية، أقول محبوبية. عندما أقول محبوبية يعني الأمر يتردد بين الواجب والمستحب، هذا معنى المحبوبية. محبوبية الشعائر الحسينية المقدسة كلها ثابتة بالأدلة القطعية الكثيرة. عندما نتحدث عن أدلة محبوبية الشعائر الحسينية من القرآن الكريم، البعض يتصور أنه هناك توجد آية قرآنية واحدة وتكفينا، طبعا كلمة واحدة في آية قرآنية كافية. يتصور أن الآية التي تدل على محبوبية الشعائر الحسينية هي آية الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طبعا هذه الآية تدل بكل وضوح، الفقهاء ذكروا، ولكن هناك آيات قرآنية تدل على محبوبية كل الشعائر الحسينية. مثلا آية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أسألكم، الذي يطبر، الذي يلطم، الذي يلبس السواد أيام عاشوراء، أيام محرم وصفر، الذي يؤسس مجلسا حسينيا، الذي يمشي على الجمع في يوم عاشوراء أو أي يوم آخر، الذي يصرف أموالا، الذي يصنع كل هذه الأعمال، لماذا يصنع هذه الأعمال؟ أليس حبا لسيد الشهداء؟ ما هي المودة؟ المودة حسب تفسير أكثر المفسرين هي إظهار الحب. الذي يطبر لا يظهر حبه بهذه الطريقة، ماذا يريد أن يصنع؟ يريد أن يظهر حب، أن يظهر حبه لسيد الشهداء، أليس كذلك؟ ينكر أحد هذا الشيء؟ اسأل من المطبر، لماذا تطبر؟ اسأل من الذي يلطم، لماذا تلطم؟ أقول حب لسيد الشهداء، أحبه، هذا مظلوم أنا أحبه. آية المودة ماذا تقول؟ تقول أجر رسالة النبي صلى الله عليه وآله المودة، حسب هذا التفسير الذي لعله أكثر المفسرين فسروا هكذا الكلمة، بإظهار الحب. صار محبوب أم لا؟ بين أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. أدلة محبوبية الشعائر الحسينية من القرآن الكريم آيات عديدة. هذه آية ذكرتها لكم الآن، هناك آيات أخرى أيضا. أدلة محبوبية جميع الشعائر الحسينية المقدسة من الروايات الشريفة، ليست رواية واحدة وليست عشرة، طوائف. أنا أقول هذه الكلمة، أنا أعي ما أقول، طوائف من الأحاديث الشريفة، طوائف، ليست حديث واحد وحديث، لا، طوائف من الأحاديث الشريفة تدل على محبوبية جميع الشعائر الحسينية المقدسة. أدلة عندنا أدلة، ولكن نقطتي الأخيرة هذه، من الخطأ أن تكلم كل شخص بالمنطق. بعض الأشخاص كلمهم بالمنطق، بعض الأشخاص لا ترد عليه أصلا، بعض الأشخاص رد عليه بنفس طريقته. شخص يقول لك لماذا تطبر؟ قل ليس شأنك، لا يخصك، لا يرتبط بك، أريد أن يطبر خلاص، هكذا رد عليه.
يقول لك القائد الفلاني قال أن هذه الشعيرة غلط، قل القائد الفلاني قائدك، هو وليك ليس ولي، أنا لا أقبل ولايته إن كان رجلا إن كان آدميا ليحل مشاكل بلده القائد الفلاني. إن كان عادلا جزء عدالة ليرفع الظلم الذي تمارسه حكومته ضد الناس في بلده، يعرف أن يأتي ويفتي لي ليصحح منهجه منهج جماعته. هذا الظلم الكبير، هذا الفقر الشديد في بلده، هكذا رد عليه. نعم، مرة شخص يأتي وبالفعل هو طالب حقيقة، بالفعل يسأل، هنا أجبه جوابا منطقيا، طالب المنطق عندنا منطق كبير كبير. شعائر الإمام الحسين أصلا بعض الفقهاء الكبار قالوا إنها من أبده البديهيات، أصلا لا تحتاج إلى فتوى لوضوحها، وكلامه صحيح. شعائر الحسين يصنعها، شخص يريد أن يصنع شيئاً حباً شيئاً مباحاً حباً لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذا يحتاج إلى السؤال أصلاً بديهي أم لا بديهي. أحد المراجع الأحياء أدام الله ظله الشريف في إحدى الاستفتاءات عن بعض الشعائر الحسينية قال هذه الكلمة، وبعض المراجع السابقين أيضاً قال هكذا كلام. القضية بالدرجة من الوضوح لا تحتاج إلى فتوى أصلاً، أنت تعمل عملاً مباحاً، كل عمل مباح ينطبق عليه هذا العنوان، عنوان المودة إظهار المحبة لسيد الشهداء، عنوان ومن يعظم شعائر الله، وعناوين موجودة في القرآن الكريم طبعا يصبح محبوبا، الأمر واضح أصلا. طريقتنا أحيانا طريقة غير صحيحة، لماذا ذلك المتكلم قليل الأدب يتكلم هكذا على المطربين؟ يقول لو كان الأمر بيده لدفنهم في البالوعة وهم أحياء، لماذا هكذا يتكلم؟ لأن أنا وأمثالي كلمناهم بالمنطق، هو يفهم منطق أصلا؟ هذا التعبير تعبير منطقي؟ هذا تعبير استدلال؟ رد عليه بطريقته. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك أولا ماذا؟ بالحكمة، ثانيا والموعظة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. أول شيء بالحكمة، هذه دعوة بالحكمة، أن الشخص الذي لا يفهم المنطق أتكلم معه بالمنطق، هذا خلاف الحكمة. البعض يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقط نظره إلى الموعظة الحسنة. الله قال الموعظة الحسنة، ولكن قبل الموعظة الحسنة قال الحكمة، الذي شهر السيف بوجهك يشهر سيفا بوجهه، هذه حكمة. لا تقل له لا أنت تعمل عملا خاطئا، لا تقل الآية القرآنية حمل السيف بوجهك. الذي يتكلم هكذا كلام الذي يسجن إنسانا مطبرا أن تكلمه بالمنطق، هذه حكمة؟ هذه خلاف الحكمة. في شهري محرم وصفر، في أيام عاشوراء، بعضنا دائما يبين أدلة عقلانية أدلة شرعية لشعائر الحسين، صحيح هذا جزء من عمل الإنسان أن يكون هكذا للناس الذين يطلبون الحق، ولكن جزء من طريقة حبيب، جزء من طريقة زهير، اقرأوا ماذا صنعوا في عاشوراء، حبيب قديس أم لا؟ أعظم من كل قديس.
من خيرة حواري سادة الحواريين، حواري سيد الشهداء هم سادة الحواريين، وحبيب من خيارتهم سلام الله على حبيبه. هذا حبيب الفقيه العظيم أنمل في يد حبيب تسوى الدنيا وما فيها. حبيب سلام الله عليه، هذا العظيم في يوم عاشوراء تتصور أن حبيب ذهب ونصح فقط؟ أبدا. تعلمون أن شخصا في يوم عاشوراء تعرض لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بكلمة حبيب القديس، حبيب العظيم، حبيب الفقيه، حبيب الذي كان قد وصل إلى مراتب عالية، علمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه علم المنايا والبلايا. هذا حبيب صار يسبه سبا شديدا. هذا الموقف موقف سب ممن؟ من حبيب العظيم سلام الله عليه. هذا الموقف ليس موقف استدلال. عندما شهروا سيوفهم تجاه خيام سيد الشهداء، تمكن أحدهم أن يصل إلى خيام سيد الشهداء؟ أبدا. ما دام أصحاب الإمام الحسين عليهم الصلاة والسلام كانوا أحياء، ما تمكن أحد من الأعداء أن يقترب من خيام المولى سيد الشهداء. سيوف، سيف جوابه سيف. جزء من القضية علينا نحن في الدفاع عن سيد الشهداء، لا سيد الشهداء أعظم من أن نتمكن أنا وأمثالي أن ندافع عنه، في الدفاع عن اسمه الشريف، لا اسمه أعظم من ذلك، في الدفاع عن شعائره أنا وأمثالي يلزم أن نستخدم الحكمة المأمور بها في الآية المباركة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، استعمال الحكمة في الحرب. هذه حرب، هذا الذي يترك المشرك بالله عز وجل ويأتي على المطبر، هذه حرب. نفهم أم لا؟ واضح أم لا؟ يبدو لي بديهي أصلا. في الحرب استعمال الحكمة ضروري أم لا؟ الإمام الصادق يقول بأبي، بأبي المظلوم والمظلوم والمظلوم، حي على الدفاع، حي على الدفاع، حي على الشعائر، حي على خير العمل، وخير العمل هو الحسين. حي على خير العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى بمظلومية الحسين قيمة الدم الحسين، بألم قلب أم الحسين، أن يعجل فرج المنتقم للحسين، أن يعجل فرج ولي الحسين، أن يعجل فرج ولي دم الحسين. اللهم بحقه وفقنا في شهر محرم وصفر لخدمة اسم الحسين، لخدمة شعائر الحسين. اللهم بحق الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين.
تسلبنا خدمة الحسين، لا تسلبنا اتباع الحسين، ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا، ارزقنا كرم الحسين في البرزخ، ارزقنا النظر إلى وجه الحسين في المحشر، ارزقنا جوار الإمام الحسين، جوار الإمام الحسين في القيامة، ارزقنا جوار الإمام الحسين في